بيت في الأول؟ اسمي أبو بكر سليمان. سليمان من وين يا أبو بكر؟ أنا من أبناء جنوب كردفان. ما شاء الله، تحية لهم جميعا. حيث الجمال، يعني الجمال ده ما غريب عليك. تسلم كثير، تسلم كثير. من بدري شغال هنا؟ والله أنا في الحقيقة كنت شغال في صحيفة الوطن إعلام، تركت المجال ده لي تقريبا زي سنتين أو أزيد، كنت قاعد عاطل يعني ما شاء الله. بس يعني جيت اشتغلت مع الدكتور بحر الدين ده المشتل، راجل يعني كتر خير وبارك الله فيه كثير، وبيتعامل معانا تعامل بتاعت اخوان وزمالة وكتر خيره كثير يعني، ما شفنا منه حاجة يعني. جميل. طيب ليك كم شغال معه حاليا؟ والله تقريبا ماشي لسنة أو سنة وزيادة، والحمد لله يعني كل شيء بنشتغل، وبنشتغل يعني شغل فني بتاع بوحية ديكور كده يعني. جميل جدا. طيب بس بكرة الشغل بتاع المشاتل والورود والحاجات اللي أنا شايفها دي كل شيء كويسة؟ والله يا أخي والله ما بطال يعني، كويسة خالص يعني، يعني خلقت لي علاقات بناس كثير، وتلفوني ده لا يخلى من التلفونات يعني، بطلع شغل كثير أكثر من المشتل يعني مرات، وبشتغل شغل بتاع ديكور بوحية زراعة وكذا يعني، فالحمد لله يعني كان لي أفضل من الجريدة، لكن الجريدة كانت لي علاقات كويسة حميدة وتعامل يعني كويس جدا، علاقات واسعة بناس كبار في الإعلام وكذا يعني. متزوجة أبو بكر؟ متزوجة. زوجتي موجودة والله، لسه ربنا ما أرزقنا الذرية. الذرية الصالحة اللي يشيلوك إن شاء الله، يشيلوا زوجتك كمان إن شاء الله. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. الزول لو قاعد يحضر فيني كده وداري في الحاجات دي، اسعارها كيف وامورك كيف في السوق دي، مباخر انتوا برضو بتعملوها ولا بتجيبوها؟ بنجيبوها من درمان، احنا بنجيب كمية من هناك بسعر كده عشان ما نحنا نستفيد كمان يعني، هاي ترحيل وكده والحمد لله يعني. بس الاسعار والشذوذ دي عندها مسميات مختلفة صح؟ طيب نمر على مع بعض، رايك شنو؟ تعرف عليه؟ اسمها بندانس. بندانس هاي تمام؟ دي بندانس، ده نوع من القلب الجريح. القلب الجريح؟ نعم. ليه سموها القلب الجريح؟ لأنه فيها علامات حمراء كده من هنا. هاي زي دي صح؟ هاي بعدين مزغرف يعني، هو نوعين يعني. هاي تمام، نوع من الكوديوم، اسمه الكوديوم يعني. هاي ده الكوديوم تمام، نوع من الكوديوم بني، بني بأصفر. نعم هاي تمام. عندنا ده نوع من اسمه طبق العشب، ده في الحوض ده أيوة ده طبق العشب، وعندك داك أظن الفيل طبعا هاي، وده نوع من البندانس حجم كبير هاي. نعم نعم صح صح هاي. بياخذ زمن، عايز يكون تربية واهتمام انت بتقوم بالحاجات دي كلها؟ اكيد طبعا هاي. وعندنا دي اوليفيرا بيستخدموها على الشعر والجلد وكلها يعني، ان شاء الله بس بعد الزمن الطويل اللي بتاخده تكون بتلقى لكم مردود والناس
بيقدروا يشتروها بكميات كويسة وبتقدر تكفي الغرض يعني. لا الحمد لله كثير يعني بنتعامل كثير مع مؤسسات حكومية وبنوك وبيوت منظمات ومستشفيات. اي يعني بنشتغل في المستشفى الكويتي ونشتغل في مستشفى الدوحة يعني كثير من المستشفيات بنشتغل. ما شغلكم جميل طبعا، ما كنت قدرت تشتغلوا في شغل طبعا. اكيد طبعا اي طبعا على حد بدي بتطلب على العلاقات الكويسة والشغل النظيف والاهتمام بالشتول ضغطة يعني كيف تزرعها وكيف تكون قاعدة في السنتر بتاعه وكده يعني. نمر على الشطور البرة عشان عندنا سؤال كده لازم نسألك له. دي طبعا يعني هي بتقعد في الشمس ما عندها مشكلة مع الضوء شمسية. هاي كازبلانكا. دي كازبلانكا. تمام؟ وده نوع ايوه دي اسمها اكزوريا. اكزوريا نانا. نعم. اكزوريا نانا. في اكزوريا دبل. هاي موجودة الدبل. في الدبل موجودة وفي نانا موجودة. وديك اللانتانا. الصفرة دي لانتانا. ده الياسمين الهندي. اوكي؟ ما شاء الله شغل جميل وشكله متعوب عليه يعني. في اجتهاد قوي منك على انك تقدر تبذل مجهود على انه الحاجات دي تطلع بالشكل ده يعني. جميل جدا. طيب. طيب يا عبد الكريم، نحن بعد ما مرينا على المشتل وشفنا الاجتهاد والحاجة الجميلة دي، نحن عندنا أسئلة كده ظريفة عايزين نسألها لك. أو هو سؤال واحد أنت إذا جاوبت لنا عليه حيكون عندك جائزة عبارة عن مبلغ مالي مقدمة من قناة البلد. تمام؟ تعبيرا وامتنانا للمجهود الجميل ده. وأنت عارف يعني البلد دي شغل فيها بقى صعب شديد، فكونك زادت تلقى لك حاجة وتبدع فيها عشان تجيب لك مردود، فدي ما حاجة حينة يعني. صراحة نحن بنحييك عليها. والله كتر خيرك كثير واشكرك كثير على قناتكم دي واشكر الاعلام. وانا ذاتي زول زميل يعني كنت شغال في الصحيفة وكذا لاسباب كذا بس تخليت عنها يعني. ان شاء الله ربنا يوفقك في اي مكان بتكون فيه ان شاء الله. طبعا انت هسه زودت لنا المشاهد بمعلومات كثير جديدة، غير انه احنا جينا وتونسنا معاك وتعرفنا عليك في معلومات حتى انا بالنسبه لي وبالنسبه للتيم اللي معاي يعني بعيد عنه كان. فنحن حنسالك سؤال، هو شنو يعني جزء من الشغل اللي انت موجود فيه؟ تمام؟ افضل الزهور او افضل الاشياء اللي احنا شاهدناها كلها دي مش نسبه مشتريات ومبيعات، نسبه انه هي تعيش لمده طويله جدا على الطقس الموجود معنا في السودان. شنو؟ والله من الورد. من الورد مثلا؟ من الورد. والله من الورد اللي هو فيه الإيفوربيا دي أكتر حاجة محبذة في جميع المؤسسات في البيوت. أيوة دي أكتر يعني طولا وعمرا يعني. تحمل الشمس وبرد كله يعني. تتحمل كل شيء يعني ما عندها مشكلة. في العطش بالذات يعني كنت تقعد 3-4 يوم بدون مويه. الواحد ذاته لو جاء شايل له حموم من البيت وجاء في المشتل هنا حموم بتروق وافكاره ذاته بتكون يعني جميله مع الخضار والمويه والجو الرطب ده. والورود طبعا كلها هي الايفوربيا دي بتتحمل الشمس بتتحمل الشتاء بتتحمل كل الطقوس الموجوده بتتحملها. وعندك ثاني سايكس
من الزينة بتاعت التصوير برضو ما عنده مشكلة وقت الشمس، وعندك لكزوريا النعنع وقت الشمس، ولكزوريا دبول برضو وقت الشمس ما عنده مشكلة، وعندك احنا بنشكرك على جدا يا عبد الكريم، بنقول لك شكرا، وانت عشان اجابتك لنا وعشان زيادتك بالمعلومات الجميله للمشاهد السوداني، انت عندك مبلغ مالي مقدم من قناه البلد، تفضل. والله انا اشكر الاستاذه فاطمه صادق، واشكر الاستاذه المصور